بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الجواب والعنوان: الأخذ بالأسباب أم إهدارها؟ إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس من ملك وكتابة النهاردة رقمها 886. بين الأسباب والأخذ بها وإهدارها خير. شوف يا أستاذ إبراهيم، شفت يا باشمهندس الأمثلة؟ أيوة. بتاعتنا عبقرية. لا طبعا تراث. فلما يعني كلمة الجواب يبان من عنوانه. هو عايز يقول لك طريقة كتابة العنوان بتدل على المضمون اللي جوه. بداية من الخط، بداية من اللغة، بداية من مستوى الجواب، اللهجة، مستوى ظرف الجواب. بالظرف. يبان بقى الموضوع ايه اللي جوه، ما تتوقعش وتتوقع ايه. فلما نكون داخلين مقبلين على احداث مهمة، يبقى تشوف يعني الجواب عنوان الجواب ايه. ايضا الكلمة المنطقية جدا والموضوعية جدا والعقلانية جدا والتي اثبتت فعلا انها وراء كل نجاح او فشل: الاخذ بالاسباب. فانت اما تيجي تشوف السنين اللي فاتت وناقشنا هذا الامر قبل المشاركة، وما رضيناش نلح قوي عشان ما نبقاش عناصر مثبطة للهمم او مثبطة للهمم. وقلنا ان من اول البطولة اللي اتنظمت على ارضنا وازمة مدحت وردة وطريقة العلاج، ثم كأس العالم عمرو وردة، عمرو مدحت وردة والده، لا ده والده ده كان عظيم. عمرو مختلف، ولا والده عظيم ومسؤول طبعا. جدا طبعا. وعمرو نفسه انما غلط خلاص، وانت خدت قرار بعقوبته. ايه معنى الفيلم اللي اتعمل عشان تبين للناس ان اللعيبه بتغير قرار وانها اقوى من الاداره، فتكون النتيجه التداعيات دي كلها تخرج من اول ماتش تالي بعد الواقعه وعلى ارضك، والبلد لم تدخر اي جهد او اي سبب في انها تستضيف بطوله رائعه بكل المعايير. باقي عليك انت كاتحاد كوره انك تقدم لي مردود فني يفخر به المواطن المصري. لم يحدث. وصلنا كاس العالم بلهفه الراجل اللي ما خلفش عيل وجاله عيل على كبر، مع ان ده مش انجاز، الناس كل يوم بتخلف في كل حته. فروحنا واحنا فاهمين ان احنا جبنا يعني ولي العهد. ورحنا كاس العالم بعد سنين. هو ده. وسبتك انا ورحت روسيا. ورحت انت روسيا وعاقبتك انك وحدث ما حدث. وشفنا ايضا ما قيل عن فوضى دخول وخروج الناس وتصوير اعلانات والتفاوض على اعلانات. كل ده ممكن كان يبقى ادعاء بس لو كان تم تحقيقه واعلنت نتائجه. ايوه. لم يحدث شيء. طيب ما هو احنا كوارث، وكل مره نقول ايه الحمد لله عشان نتعلم. الحمد لله عشان نتعلم. طب لما نكون ما بنتعلمش الحمد لله ما بنتعلمش. في السراء والضراء. فنيجي المره دي من البدايه في علامات استفهام على تشكيل الاجهزه. ايوه. انت عارف الملاكم اللي يبقى قوي جدا من فوق لكن ما عندوش عضلات في رجليه فتنفخ يروح واقع جامد جدا، ودراعه قد كده ورقبته قد كده، مفيش رجلين. ايوه. انت جبت مدرب قيل انه عالمي لم يدرب منتخبات ولم يدرب في افريقيا. في حالتين ماشي، يبقى الضروره ملحه ان يكون المساعدين عندهم هذه الخبره والرجلين قويه جدا عشان تشيل العضلات دي، فتكون النتيجه تعيينات من اول يوم. ناس ملهاش خبرة حتى محلية، ملهاش أداء طول عمرها غير في خارج مصر، يعني حتى نوع الغيرة على مصر واللعب باسم مصر مش موجود. فالمهم قلنا خلاص، يعني هي دي اللي هنقف قدامها بقى. ولما كنا بننتقد نقول انشغال المشرف على كرة القدم معيده مجلس الإدارة
بمليون حاجة بالتحليل، وإنه موجود عنده مجلس إدارة في نادي، وإنه بيعمل مش عارف إيه والإعلانات ومجلس نواب ومجلس نواب، وقلنا مين هيحاسبه؟ زمايله مش هتقدر تتكلم معاه، طب مين يقدر ينتقده؟ وكانت النتيجة كل ما حد يفتح بقه أصل أنتوا ويدخلوها لنا في زمالك وأهلي. على الرغم إن الناس تقريبا بكافة انتماءاتها ما كانتش مرتاحة للوطن. نروح هناك فريق لم يفز في اي مباراه للحظه خروجه، اربع ماتشات تعادل يا استاذ ابراهيم، منهم ثلاث ماتشات انت بتلهس عشان تتعادل، وبعدين تطلع بضربات الترجيح، يطلع المدرب العام ولا المدرب المصري المنوط بيه يقول لك كل الاحداث، وانت هناك برضو قبل البطوله تحصل واقعه، يقول كلام لو في فقر عنه نأجل تحليل هذا الكلام عشان طبعًا. نعرف ان احنا مش ما اخدناش بالاسباب، احنا اهدرنا الاسباب. دي خلاصه مهمه يا جماعه، عشان كده هنشوف ابرز عناوين الحلقه. ربع العالم في ازمه عالميه، وهل القضيه في مدرب المنتخب؟ وكنت عايز نكسبها حتى لا يرحل فيتوريا بأسراره. في الكان ناس رجعت بعد ما كان، معونة الشتاء قضايا وتساؤلات، لكن كرة القدم هناك حكاية بسيطة.